ابو العز عصافي اقول لك تعال خلينا ندرس لك حبيبي روح ادرس وحدك انا معفي ولك شلون معفي ابو العز ما تقول لي تشلبت مو دا اقول لك انا معفي روح انت ادرس وخلصني ضيعت الوقت دا اشوف اللعبه باي باي كم اللعبه او معفي طب مو صوتك أبصوف هلا عزوز بشر جاوبت يا باش خبصتونا مو مليون مرة قلت لكم أنا معفي أنا معفي شلبتوا بعدين الشطار مثلي يجون يبعون على نتائجكم يروحون لأهلهم لكاني أعلى درجة عندي 75 أعلى درجة 75 قصدك أقل درجة 75 الفهيمة يا معود تقول غيرها يعني شو أقول غيرها ترى الموضوع مو يمي أقل درجة 75 يعني أنا ما معفي وما امتحنت شكراً هلا بيك البيت بيتك يمه